غنيت اول مره من جيت هنا للمغرب كنت عاد في الخارج، ساكن في الخارج، عايش في الخارج. دونك سيتي اون 2011 درت الفيستيفال جوهره في ازمور، الحمد لله داز زوين بواحد الجمهور ما نقولكش الحمد لله الشعبي ديالنا كما نحبوه كما نبغوه. وعرضوا عليا هذا العام فوالا سي اوي توت سويت، وشرف لي نحضر معاهم هذا النهار في لاصال ديال بير جديد ان شاء الله. كنتمنى انك ترضي الجمهور الجديد. والجمهور الجديد راه ديالنا، راه المنطقه كامله من كازا من الدكاله، اش غادي نقول لك، عندنا واحد الجمهور محيح زين، عنده يعرف شاب قادر من بكري. لي برومي كونسير درتهم هنا في هذه المنطقه هذه سيتي اون 88، لو برومي فيستيفال ديال الراي هنا في المنطقه، والحمد لله لقيت هذا الجمهور هذا 30 سنه مور البديه ديالي هنايا. واش غادي نقول لك، هاد لا بارتيكوليتي ديال الجمهور ديالنا هنا المغرب داير بصفه عامه، سي من يبغي شي واحد من يحب شي واحد راه ما عمرو ينساه، والحمد لله ديزاني ابقي قيت الجمهور ديالي والحمد لله. ان شاء الله الناس ديال اش وقع فوالا، ونتمنى نشوفوهم شي سهره محيحه كوم دابيتود، ويشوفوا داك الشيء اون لايف افيك دي فغي ميوزيسيان، ما كانش الموشن معايا.